السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله رب العالمين. اخوتي طحنا اون بان باش يبقى راكي صوني عليا الثاني الديباناج. الو والله يدير الخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. كيف خيتو؟ لاباس عليكم؟ اخباركم؟ كي تسمعوا الله فاش تيتجمعوا تيجي في دمر اخو حق الله العظيم اخوتي. علاش نشوفوا جينا راجعين اخوتي بحالنا باش نمشيو لفرنسا؟ فرنسا والله خويا والله حتى راسي راجعين بحالنا اخوتي للحاجب ونطلعوا طلعوا في الاوبا. لا والله ما حسيت ساعه ما فينا ما حسيت. قالت لي فرنسا راه كنتي فرنسا. والله ما حسيت. انا سالي كيفاش معاك سكرتينا في البلاصه هذه جوا يمسك هذه جيت ندي باناج قطعت لي كروا ديال الموطور كروا بقات وحده مور وحده. والله يدير الخير مع الله. اللهم شاء فعل هادشي مكتوب علينا ما عندي سامي. لا لا باش كتجي غاس كتقول الحمد لله كتخلى حتى كدوز. كتدوز كتقول الحمد لله والله العظيم. انا تفرست لنا ماشي دابا تقطع تفرست. انا بقيت يطيروا ديك الطو انا عرفتها. وحق الله العظيم دابا شنو المشكل؟ دابا انا ماشي المشكل فاش حسب خالي حميد. سير ضد العملية. حنا راه من الأول ملي تسالي حميد مريض ما كناش غادي نجي. الصراحة والله. وداك معنا أختي مجدة وبناتها داكشي سيروا خديوا عطيوا الصواب ديالكم واجي. راجعين اخوتي السبت اليوم الحد حنا راجعين باش غدا ان شاء الله يا ربي. جينا تسلي السبت راه ما جينا تسلي. تسلي لا تسلي تسلي لقينا غير اليوم وصافي. بحال غير اليوم. لا لا جاوا تاني. حنا تغدينا حنا عاوتاني خلقنا ان شاء الله يا ربي. الصباح فقت لقيتها كدير واحد الصوت. واحد الصوت انا سمعت داك الصوت باين ماشي واحد. واحد الموطور بحال شي موطور شنو هذا؟ سكاله. المهم شي حاجه كرباط الموطور قاصت واحد اللعيبه وبقات كتنكل كتنكل كتنكل. الصغيره تتكلم. دابا هذاك زعما بامكاني نزيد صباح الله ميزون تصايب عاد نمشي ولكن على خويا حامد ضروري نشد الطريق. وصوليت على لاسيرونس دابا راهم جايين جايب لنا الديباناج والطاكسي. حنا نمشيو في الطاكسي والطوموبيل ديال الديباناج. امين اخويا الله يسلمك. شكرا شينا والو خويا. الله يعاودنا شكرا ان شاء الله. الله يسلمك. نتمنى ان شاء الله العظيم الله يحفظكم ويسلموا لنا على الحاج. الله يسرك اخويا. الله يشافي خويا حميد. الله يشافيه ويعافيه. يا ربي يعافيه ان شاء الله في النار. حنا نبقاو مع ايوب تيجي الديباناج باش يهز الطوموبيله. الله يجازيكم بخير. الله يرحم والديكم ان شاء الله ويمشوا بخير. هما سخيناش بهم. الله يحفظك. الله يلاه الله ان شاء الله. كان بخير على خير حتى ونعم الناس راه تنقولوا فيكم الله يجازيكم الله يلا عزيزو غالي وين كنت تبقاو معنا بس لك ولدي الله يرحم الخير ديال الله سيف الجمعه والله يلاه تغدينا عند هنايا ايوا عندهم راه قالت لي مرحبا الله يحفظك اخويا عزيز سمحنا بزاف هاد الدبلاك الله يودي عاودوا لنا هاد المجيه ان شاء الله الله يحفظك ان شاء الله ما نكون معاك بزاف نادي عمرك كنتي في ديباناج ما عمرني ركبت فيه اليوم تركبي فيه والله العظيم ايوا نكتاب خطرانا باباك بالاوضي كانت طرطقت لنا الله يستر الرويضه بقات غاديه على الجنطه بابا قال لي راه شي فاش نزلنا لقينا الرويضه صافي بقات غاديا لقيناها على الجنطه صافي زدنا زادت بينا واخا غادا على الجنطه وقفنا في الجنب وعيطنا للديباناج لو توروت قال له بابا كي غادي نديرو قال له تركبوا نتوما وياه زدنا حنا وياه زدنا الديباناج داكشي قلت ايوب دابا قلت له واقيلا قال لك لا قال لك غادي يصيفطوا لنا طاكسي ياك دابا قال لك ما مرض طلع في الديباناج لا قلنا الديباناج شي مرات يقدر يوقع له اكسيدون ولا هذا والناس اللي راكبين في الطوموبيل تاهما كيتاداو والله يدير باش كيخلي الانسان باش كيخلي الانسان المريض لا كيبقى مريض والله ما مرتاحين والله مرتاحين جينا عقلنا كله تما والله العظيم باناج هو جا باش نطلعوا الطوموبيل صافي بركب باش يطلعها اشوفوا خوتو كتمشي فيه مشاك الله الحمد لله ديما الحمد لله الحمد لله ما كتبنا ما كتبنا صافي بقى في اشده واحد شويه دابا خفنا الله يستر توقع لنا شي الطوموبيل قال له ممنوع تخبط بها الطريق دابا ممنوع ممنوع غتحبس لينا في الطريق اخا تحبس لينا ممنوع تخبط بها الطريق غير تما مسكينة طوموبيلتنا يا ربي يا ربي يا ربي بقات فيا مسكينة طلع برجيلاتها فران 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 يا ربي تنوب ولا غد تنوب مسكينة غد تنوب امين امين يا ربي امين
مابقاش فيك الطروب بقات فيا الطوموبيلات. هذه حاجه عاديه قدر الله ما شاء فعل، حاجه اللي مكتوبه. خلي خلي نقرا الكوره. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. على رجلينا ناديه شو على رجلينا الحمد لله. الحمد لله الله يكتب علينا ما كاتب الخير يا ربي، كتب علينا ما كاتب الخير يا ربي. شو سيتي شو التليفون ديالك؟ واحد صاكي قهوي عطيه لي، واحد صاك قهوي ديالي خويا. خويا من داكشي خويا، خويا من داك الحوايج اللي اسمه الحوايج صافي. الله يلا سمحوا لنا الله يكبر بكم. السلام ولدي الله يكبر بكم. سبحان ولدي انتم اللي سمحوا لنا والله الا انتم اللي سمحوا لنا الله يكبر بكم الله يحفظكم. السلام عليكم. يلا سيري نادية. بسم الله. بس عادي. انا ركبت من الدور تحت الله. لا والله لو سير انا ركب انا ونادية هنا وتبغى تركب الله. لا 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 جو والله جي عالية بزاف. اجي هنا وانت ايوب يركب حداك قال الله. اركب القدام اركب القدام صافي. سرع عمرك. اركب قدام. سمعات جاتكم ركبتكم زوين زوين. اركب قدام مرتك ما نبندري في العماريه راه غنمشيو في طاكسي. زوين زوين طويله. خوتي تلقي الدور مع الطيبوناج نسيت الصور ديال الطوموبيل صافي. المهم الدار ما عرفاش دارو. ناديه مالكم مبشرين؟ خلصنا فين فين رانا ايوب؟ دابا حنا في مولاي بوسلهام. مولاي بوسلهام اه. يلا اخوتي راه حنا غاديين دابا ان شاء الله. والمشاهدين ديالنا يلا عاد دابا دخلنا والله العظيم الا عرفتي واحد العيا واحد العيا اخوتي. واني قدر الله ما شاء فعل راه كان بامكاني نصوب الطوموبيل تما في طنجه ونجي، ولكن قلت لهم لا ما نقدروش ضروري نشدوا الطريق. عيطت للديباناج جهز الطوموبيل. دابا شي يفهموا الناس الطوموبيل ماشي ما كتحركش كاع، كتحرك ولكن راه تقطع النص ديال الكروه، يعني 100% كون شديت بها لوطوروت غنبقاو وحدين في لوطوروت وغنبقاو نتسناو الديباناج 3 ولا 4 السوايع، يعني غنتكرفصوا ديال بصح. فكرت جا الديباناج هزام تما وجا الطاكسي هزنا حتى حنايا ويلا عاد دابا حطنا الطاكسي ومازال كنسينو الديباناج بما يوصل لعندنا. وهذا الشيء عاوتاني غير باش نحضروا مع خالي حميد وباش نكونوا معاه. كل ما كناش علمنا خالتي وهذا كون ما مشيناش، ولكن اختي قالت امي الوالده ضروري تمشيو. ايوا مشينا خوتي بقى بالنا هنا كل مره كنعيطو. مشينا حتى سالينا من الطبيب معاهم وداك الشيء ومشينا وصلناهم مع الدار وجينا مشينا شدينا الطريق اللي بتنا وعاوتاني جينا سدينا الطريق وجبناها غير باش غير كيسيون. حقاش امي اللي قالت لنا السيده موجوده عليكم وهذا ودزنا النيت في طريقنا دزنا النيت على خويا بوجمعه واختي نوال. اه كانت داك العمليه يعني كانت عيانه شويه كنخصنا ضروري نمشيو نطلعوا عليها وجات النتيجه مسكينه عيانه وخالي حامد مسكين. وتحيه لخويا بوجمعه واختي نوال تا هما مساكن وصلنا عندهم استقبلونا تا هما مساكن. اه سي خوتي مشي لهنا لا غدي راجعين. اه ما قلتلاش كاع بلا خوتي والله عيينا الطريق وجبناها صراحه. عيينا والله العظيم عيينا. اه انا مساكن والله غدي عنده العمليه دار غير كسو زعما لحقاش على حساب نهار اثنين. انا باش خرجوا قلنا غادي يرتاح زعما شويه يشرب الدواء يرتاح. عطاو غير الدواء قالت زعما ما كاينش. هي غير ساعه ولا ساعتين غتخدها لا ميزون غادي نشدو الطريق. ولكن اخوتي ما نقدرش نوصل. اه لا ما تقدرش تقول لي ماشي قلنا حنا غادي يكون غير مصرا اللي كاع. حتى دابا ما عرفناش شنو كاين مازال. دابا هو عنده الفتق هو راه سيني الفتق باش يعرف. دابا ملي كيجي من الخدمه ديما كتهضر له على الفتق ديما ديما ما كتسمعش. انا شكيت دابا عنده هو عنده القبض وتم صارنو دابا تنفخو وزيرو ليه على الفتق داكشي باش ولي عنده حريق مضوبل. فهمتي ولي عنده حريق مضوبل.
ودابا هادشي اللي علاه خير ليه حتى هو دابا كل موقع واش هكا ما غيحيدش نفتق والله مي حيدو خلي حالي والله يجرب بكم الناس وركي زعما في الدار والله العظيم ومصرح حتى با سيدي العمليه حتى با سيدي بغينا يدير العمليه هو كلشي وبا سيدي ناديه بصيتي تا هو خصو يدير العمليه تا هو تا هو راه ما تيمشي ما باش يمشي ديالنا الله الا كيخافوا من العمليه كيخافوا سيتو الرجال ما عرفتش علاش الرجال تيخافوا من العمليه هذا باش يحيدوا الحلاق قالوا خصك تحيد الحلاق شحال هذه قبل الفطر وما قدش يحيدهم هو عاوتاني دابا عرفتي انا الصراحه انا كنزعم انا العمليه كنقول يا ربي غير يدخلوني للبلوك ويفتحوني وحيدوا لي غير داك الحريق وداك الضر كان ما كنفكرش انه الانسان يقرا القران ديالو ويدعي الله سبحانه وتعالى الكمال لله ربي هو اللي كينجي ربي هو اللي كينجي بعين الرحمه ديالو والله العظيم دابا حميد مسكين ما كيزعمش ما زعمش من الاول حتى داك النهار في السبيطار والله انا بانت فيه بان عرفتي صافي طلعت مع الصوره ديالو مسكينه والحريق المهم باش يعرفوا الناس راه ماشي سافرنا ولا شي حاجه راه مشينا درنا الصواب لان حتى خلت الوالده حتى هي راه كان فتحات احكام خات الوالده حتى هي فتحات حتى هي مريضه مشينا نطلعوا عليها درنا معها الصواب لان كانوا موجودين ولينا عاوتاني رجعنا والله العظيم الى واحد التمر اخوتي ولكن ما على وجه العائله حتى حاجمتهم والله العظيم على وجه العائله المهم خلي حميد خصو يشوفنا كاينين معاه ويحس بداك الجو العائله وعائلته كاينه معاه واقفه معاه هذاك هو اللي ضروري كاع لانك تقوى بالعائله ديالك حتى الطبيب رب اختي حدا الوالده ما كتقدرش باش يتكى عليها حميد وبزاف الاجراءات كنقوم بهم انا راه شافت فاطمه كتكون جالسه مع الوالده ومع الوالد وانا دوك الوراق وداك الشيء كلشي كنصايبهم يعني راه داك الشيء كتحسي به انت كتقطعي ماشي غير هو والله العظيم اخوتي الله يشافيه يا رب العالمين شكرا على الدعوات ديالكم وعلى الخدمه اللي عندنا ما نديروها خلاو تجلس صافي خاصك تسول العواشر ديال العيد حسبتو الحد انا تتنعب بكرا الخدمه حسبتو الحد كل شيء الطريق ديال البابا جاي ما غادي وعطي الطريق عامرة عمر كلشي دابا راجع بحال الدار وكلشي دابا احسن بقى ديال الدراري السلام على الجميع المساكن وبنات الطريق عامره تبارك الله والله العظيم عاوتاني الناس مساكن ما كان غير جري عليك وعلاش كاع باش مشينا انا ماشي انا زيرني وقت الحج وخصني ضروري نشوف خالتي وما شفتهاش فاش فتحت وخصني نتوادع معاها وهذا داكشي باش كاع قال لي الوالده راه كدور على العائله كتسامح مع كلشي دابا تمولي لا شافت خلي حميد ولا شويه قالت لنا عاد تغديروا دابا خليوني نمشي معاه هنا وانتوما قالت لنا مولي لا خليوني نجلس معاه انا ما شافته ولا شي شويه قالك خليوني نجلس معاه هنايا وانتوما سيروا ديروا الصواب مع خالتك قالت الوالده ديروا الصواب مع خالتك وديك الساعه وليو رجعوا الا كانت العمليه راه غادي نقول لكم كاينه العمليه ارجعوا صافي قالوا لنا ودي راه غادي يدير العمليه ودو راه حنا رجعنا باللي رجعنا والو قلنا حنا منين زعما الدواء ربما يدير له شي حاجه الساعه ولا خوتي دعواتكم اخويا حميد ان شاء الله يوفق ربي حاجه يا ربي توقف خوتي ما تهونوش على صحتكم توقف مع جميع المسلمين حاجه كنت ما كنعسوا بالنا حيدوا شي حاجه فيها الفتيح تحيد تحيح اخوتي اللهم الحرق ديال الساعه ولا بلا ما يبقى شويه بشويه هذا مثلا خلي عندك يجلس حتى تطور هذا تطور الحاجه هي باش كدير العمليه كتحيدك ودير لك واحد الشبكه في ديك البلاصه صافي ما كيبقاش كيتهوتي حتى تهبط تيبغي تبقى معذبك لا في المشي لا في التنوض لا في لا انا سولتهم ديك الساعات في العلم وقلت له زعما واش في العمليه ساهله قال لي راه ساهله حيت هو غليظ شويه غادي يديروا واحد الشبكه الشبكه ضروري الشبكه باش كتجمع كرش الله يشافي الجميع دعواتكم معاه خوتي دعواتكم معاه مسكين تاهو شكرا لكم وشكرا للدعوات ديالكم والله ان شاء الله شوفوا عاوتاني شنو كاين يا ربي يكون خير يا ربي يسمعنا ان شاء الله يا ربي باذن الله انتم اخوتي العاد وصلت الباناج دابا شي باش نحطها